سودت كتاب التوحيد ولذلك لم يخرج إلى النور، ورغم أنه كان انتهى وكان كتاب الحياة إلى الآن كأنه ابن عزيز وفقدته، إلى الآن أذكره في كل كلامي هذا الكتاب، يمكن كتاب كبير يعني حوالي 400 صفحة وكان يتناول التوحيد بشكل معين يعني. نسأل الله عز وجل أن يعطيك الفرصة نعم. لتعيد كتابة هذا الكتاب نعم الآخر. ولكن من خلال كلام حضرتك شفنا السيد قطب والأستاذ سيد قطب عليه رحمة الله الدور في نشأة حضرتك وفي ثقافتك العلمية، لكن كلمنا عن هذا الدور. هو طبعا سيد قطب لأنه إحنا كانت بداية مرحلتنا في المرحلة الجامعية أيام ما قبض عليه واعتقل واستشهد رحمة الله عليه، ولذلك تأثرنا به كثيرا، وكنا في المرحلة الجامعية في أيام عبد الناصر في الستينيات أنا أتذكر أننا كنا نكتب نسخ يدوية من معالم في الطريق لنوزعها على الإخوة، ولا زال عندي نسخة بخط إيدي موجودة إلى الآن في بيتي في تورنتو، موجودة إلى الآن يعني مما كنا نوزع على الناس ونكتب، نكتب فصول نوزعها أو نكتب الكتاب ونوزع، لأنه كان ممنوع طباعته أو إدخاله إلى مصر أو أيام في الستينات. فطبعا سيد قطب هو ظاهرة، وهو أعتقد أنه هو من كبار معلمي هذا العصر في الناحية الحركية وفي الناحية التأصيلية النظر للتوحيد. لا يجحد فضل سيد قطب إلا جاحد جاهل صاحب هوى، ولذلك أنا لي آراء في من يتحدثون عن سيد قطب وعن تأثير السجن عليه وتأثير والأثار النفسية اللي جعلته متطرف وأنا أكفر المجتمع، هذا كله تضليل وضلال وغير حقيقي بالمرة. هذه من مجموعة من الناس جهل، ومن مجموعة حسد وكبر، يعني يحسدونه على ما من الله به عليه من منزله بين الناس، لأنهم يعتقدون أنهم علماء الأمة وأنهم أكابر علماء الأمة وهم مشايخ الدنيا وهم كذا، فيحقدون على هذا الرجل رحمة الله عليه. طبعا هذه الأمراض النفسية موجودة في كل مجتمع، انتشرت بين أهل العلم، دي حاجة طبيعية طبعا لتوسع طلبة العلم واتساع. نعم، ولكن الإنصاف يا شيخ، الإنصاف، نحن لا نطلب غير الإنصاف، نحن لا نقول يعني لما تنظر إلى من يقدر سيد قطب ويقدر كتاباته ترى أنهم لا يقولون أنه لا يخطئ، الآخرين يقولون أنه أخطأ بإطلاق. هذا هو الفرق بين المنصف وغير المنصف. نحن منصفون، نحن نقول نعم سيد قطب له بعض الأمور التي قد يكون فيها اشتباه وقد يكون فيها تعبيرات أدبية بها سبق لسان أو سبق قلم، وقد يكون في عنده بعض التصورات التي نراجعه عليها ولا نأخذها من كتاباته بالذات، نأخذها من مصدر آخر، لكن هذا لا يجحد الفضل. يعني كفى بالمرء عيبا أن تعد معايبه، فهذا بيعد معايبه، واحد اثنين ثلاث عيوب عنده خلاص، لكن فما بالك بمن ليس فيه إلا عيوب ثم فيه نقطة واحدة بيضة ثم يجعل نفسه إمام الأمة وشيخها وكذا وكذا. هذا طبعا منذ 25 يناير حتى الآن ما يقرب من سنة وثلاثة أشهر ومقولات سيد قطب تنزل إلى الواقع في كل أسبوع مع كل حدث كأنه يعيش معانا. يعني هذا يا شيخ، هذا عنوان الصدق. الصدق هو رجل صادق، ومن الصدق ينبع الإخلاص، يعني حتى تكون صادق يجب أن تكون مخلص، وحتى تكون مخلصا يجب أن تكون صادقا. فسيد قطب رجل مخلص وصادق، هذا لا دخل به بهل هو اللي يناقشون هل هو عالم ولا عالم، يعني شيخ أزهري ولا لا، هذه أمور سطحية باردة في المناقشات لا معنى له. قيمة الرجل فيما كتب ووجه، سواء كان حبيت توصفه في الآخر بأنه عالم وأزهري وأنه مش عالم وأنه شيخ ومش هذا إلك، لكن أنا أريد أن أتابع فيما بدأت في موضوع في كذا. فأنا طبعا بعد الثمانينات بعض الإخوة أعتقد أنهم تأثروا بما كتبنا، فيما تأثروا طبعا المجموعة اللي قتلت السادات، وهي موجودة لغاية دلوقتي في منهم الإخوة الزمر وكذا، وقطعا كان فيه
بعض التأثر بما كتبنا في الجواب المفيد وفي هذه الرسالة الصغيرة عن شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام، فكان في بعض التأثر، وكنا في وقتها من المعروفين في إلقاء الدروس وفي عمل حلقات وكذا وكذا، فكان من الطبيعي أنه لما قتل السادات بدأت نوع من المطاردات، واضطررت أنا وأخ من الإخوة من هذه المجموعة، خرجنا بين يوم وليلة بأشخاصنا هيك بدون شيء إلى المطار القاهرة في الظهر، وأخذنا طائرة إلى الأردن، وربنا سبحانه وتعالى. ومن يوم الناس هذا وأنا سائح في البلدان. فطبعا ذهبت بعد ذلك فعملت في نزلت إلى سوريا، وكان هذا مرافق لمذبحة حماة، فكان كثير من المجاهدين السوريين جاءوا إلى الأردن كذلك هروبا من حافظ الأسد لعنة الله عليه وعلى ابنيه ماهر وبشار. التقى الهاربون من الطغيان في الأردن. نعم، التقينا في الأردن، وكانت ولقيت الشيخ محمد العبدة، ولقيت وتلقيت مع الشيخ سرور مرة أخرى هناك، وتلاقيت مع ولكن كان تلاقي ليس تلاقي تلقين، لأن أنا كان لي وضعي يعني الذي استقريت عليه في اتجاه الإسلامي في الوضع الإسلامي، ولم يكن لأحد دور، لأنه الشيخ محمد العبدة من دوري في السن، الشيخ سور أكبر بعد. كانت هي تأخذ الحيز الأكبر في لقاءاتك مع علماء سوريا وعلماء الأردن. نعم نعم، كنا نتناقش ونتباحث وكذا. وفي الحقيقة في هذه الفترة كتبت مع الشيخ العبدة 3 كتب في موضوع الفرق، وهي مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم، وكتاب المعتزلة نشأتها وتطورها، وكتاب الصوفية. فهذه الكتب كتبتها في الأردن، يعني كتبت في الأردن. نعم، لازلنا نتكلم عن النشأة، هل حضرتك أي تعليقات في موضوع النشأة؟ يعني هي طبعا احنا يعني هي النشأة في الحقيقة لا شك، لا أشك أن الخلفية الدينية للعائلة يعني الجينات زي ما تفضلت حضرتك بتحمل من الشيخ بأسليم البشري، وبالذات جاءت هذه هذا الاتجاه الذي كان طاغيا علي في الحقيقة، خاصة في اللغة، يعني في موضوع اللغة ومحبة اللغة ومحبة الشعر. ولذلك أنا لي في الكتابة أسلوب خاص، أنا كاتب، أنا لست بمتحدث ولست بخطيب ولست يعني ممن يقفون فيهزون المنابر وكذا، أنا لست بهذه الشخص بهذه يعني من هذه كذا، هذه لها أهلها، والإنسان منا يجب أن يعرف إمكانياته ويعمل عليها. أنا رجل كاتب وباحث، هذا هو مجالي، أكتب وأبحث وأحاضر، لأن المحاضرة شيء والخطابة شيء آخر. في الحقيقة يعني إحنا خرجنا في أوائل 82 بعد مقتل السادات بعدة شهور، بجوز خمس يعني بشهور قليلة. وأنا أتذكر حتى أنه كان تمن التذكرة، ما عنديش تمن التذكرة في البيت، فأخذت شبكة زوجتي الذهب ونزلت إلى المسكي بعتها، وجبنا التذاكر وسافرنا بثمنها في هذا الوقت، بس جبتها لها تاني بعديها يعني. لما حضرتك جبتها لها تاني، جبتها لها بالجرام ولا بالفلوس؟ لا بالجرام. نعم، ما حدث انه رحنا هناك، وكان في زي ما ذكرت كان في مجموعه من الهاربين من سوريا، ومن ضمنهم اخوه من المجاهدين من اتباع مروان حديد، ومن عدد من المجموعات اللي كانت تعمل ضد حافظ الاسد، وكان فيه مجموعه من الاخوه من ممن هم محسوبين او يسموا مجموعه سرور. ومحمد سرور طبعا هو ظاهرة لحاله في العمل الإسلامي، وله ما له وعليه ما عليه، وهذا كما ذكرت يحتاج إلى لقاء خاص عن محمد سرور وعن
المجموعة السرورية وعن أثرها وعن فكرها، لأن أنا كنت قريب جدا جدا من هذه المجموعة، ولكن قرب لم يصل إلى حد الاندماج، ولم يصل إلى، أني كما ذكرت لحضرتك قبل كده أنه أنا لم أنتمي إلى جماعة إسلامية أبدا في حياتي أيا كانت. هل عدم الانتماء لأي جماعة إسلامية والانتماء إلى لدعوة الأمة الإسلامية ودعوة الإسلام، هل هو هذا هو الحق؟ والله هو لا شك أنه عند بعض المستويات هو هذا المطلوب، واجب أن يكون على هذه الصورة حتى يتحرر الإنسان من الضغوط التي تمارسها هذه الجماعات، إلا إن كانت ذات طابع معين، وإن شاء الله نبقى نتحدث عما هو لائق بهذه الفترة الزمنية من أشكال للعمل الإسلامي، لأن العمل الإسلامي عمل متطور ومتغير مع الواقع، يجب أن يكون متطور ذرة. وهذا هو أحد أسباب فشل جماعة الإخوان من وجهة نظري، فشل تام في أنهم ثبتوا على شكل معين ولم يستطيعوا تطوير لا الشكل التنظيمي ولا الشكل العقائدي ولا الشكل الحركي، وكل ما حدث أنهم استغلوا أو عملت الظروف الخاصة بالشعب المصري التي مر بها الشعب المصري، والتركيبة النفسية للشعب المصري، التركيبة النفسية والتركيبة الاجتماعية، في أن تجعلهم يستمروا. هذا ليس بفضل المنهج اللي انتهجوه، ولكن هذا بفضل عوامل خارجية، لأننا كثير من الأحيان نرى تجمع أو نظام أو عمل أو شركة حتى ونجحها يكون لعامل خارجي، ليس لقدرة قيادتها. يعني قدرة القيادة، قد تقول قيادة غير قادرة، ولكن ينجح العمل ليه؟ في أمر معين، مثلا يأتي مثلا شركة وتكون بدأت وكذا، وبعدين بدأت في الانهيار، ولكن تجد أنه مثلا واحد أو أحد من الناس غني جدا، ولسبب ما دخل في هذه الشركة برأس مال فرفع أسهمها. الناظر من بعيد يعتقد أن هذه الكفاءة الإدارة، الإدارة كانت تنهار، فليس فيها كفاءة، هذا عامل خارجي. وذلك أنا أدعو الباحثين أو الناظرين، وأنا من المشتغلين بالإخوان بالنصر في أن ينظروا إلى الأسباب الثانوية أو الجانبية أو المعاونة المساعدة التي جعلت الإخوان يستمروا بغض النظر عن صحة المنهج، لأن المنهج قطعا غير صحيح، والقيادات قطعا قيادات ضعيفة. يعني يكفي أنه في الأيام الأخرانية، وأنا أعلق هذا التعليق سريع وأن كان له كلام في الأخير، أن أنا أعلق تعليق سريع، أنه شخص واحد زي حازم أبو إسماعيل ظهر فغطى على كل قيادات الإخوان اللي بتعمل من عشرات السنين. يعني أين يقف محمد بديع جنب حازم أبو إسماعيل؟ لا، ليس له وجود، ليس لمحمد مرسي وجود جنب قامة حازم أبو إسماعيل الآن. لا أقول أن حازم أبو إسماعيل أفضل الناس، ولكن أن أقول انظر إلى ما حدث، وهذا عمل عدة شهور. فإذا يجب أن ننظر إلى العوامل المساعدة لإنجاح عمل، ونعرف قدر أنه في بعض الأحيان تكون هذه العامل الأساسية، إحنا نعتقد أنها مساعدة لكن هي الأساسية. يعني من خلال الكلام حضرتك نستنتج أن استثارة عواطف المصريين تجاه المشروع الإسلامي في فترة النظام البائد كان هو دي نظرية الديماغوجية اللي استغلوها جماعة الإخوان المسلمين في حشد الناس إليهم خلال النظام البائد وبعد ثورة 25 يناير. قطعاً هذا أحد العوامل الكبيرة التي أدت إلى الوضع الذي تقوم عليه جماعة الإخوان في هذه الأيام، أو الانتشار الذي يتحدثون عنه، أو القواعد التي هم فيها. هذا أمر من الأمور. الأمر الثاني أن القائمين عليها الحقيقة، يعني أنا لا أريد الحديث بالتفصيل عنه، ولكن هناك أمور أخرى ساعدت على هذا، من ضمنها ما هو مشروع ومن ضمنها ما هو غير مشروع.